السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ كيما كتشوفوا بناتي اليوم واحد الضربه غتباع ديال العائله. هاد الدار البنات مدينه قنيطره الارشاد، هي هذه البنات. هاد الباب الكحل اللي فيه الابيض، راها البنات كبيره، فيها 160 متر. هانتوما البنات راه فيها الكراج. المهم هذا هو رقم التليفون ديال مولين الدار، انا غادي نوريها لكم كامله. راه ثلاثه ديال الطبقات، هذا هو الكراج البنات، راه جات على الشارع، راه كيدوز من حداها هذا الطوبيس الرقم 2، كيدوز من حداها. المهم هذا هو رقم التليفون، هو هذا البنات. هانتوما راه غادي تعجبكم ان شاء الله، راها كبيره وزوينه، فيها ثلاثه ديال المكانات ديال الضو. هذه هي الدخله ديال الباب، راه الدخله البنات متسعه. المهم غادي نبدا لكم بالسفلي هو الاول، لان مشينا شويه في فوق المغرب، شويه كان ديال الظلام. هذه هي الدخيله، المهم اللي بغاها وبغى يبدل ليها العود، لان دابا ولا الالومنيوم، وهي كانت مبنيه في الوقت اللي كان فيها كانوا الناس كيديروا العود. هنا البنات كاين الدوش، هو هذا. وهنا على جا على الدخله الباب كاين لافابو، وفي جنبه الحمام. هادشي البنات راه في الباب، في الدخيله ديال الباب. هذا هو الحمام، واللي شراها وبغى يحيد لها هاد الفايونس ويعاودها راه غتبان ما حسن، ولكن البنات راها كبيره ومتسعه وجات في بلاصه زوينه. راه حدا المرجاني، اللي كيعرف المرجاني مول الموان، هاد السكنه راها حداه. ملي كنخرجوا البنات من الحمام ها نتوما كنلقاو هاد البيت، راه شرجمو على الزنقه. البنات راه مصبوغه مقبصه، الجليج ديالها باقي زوين. هذا البنات راه بيت كبير، ديروه بيت النعاس، ديروه بيت الدراري. ممكن شي حوايج هنا ديال مولين الدار حاطينهم. وهنا البنات صاله، صاله قبالة صاله. المهم هاد الصاله وداخله فيها صاله، وهاد الصاله البنات الشراجم ديالها كيتفتحوا في الضوايا في لاكور، ودايرين ليها واحد المنظر زوين، انا غادي نوريه لكم. دايرينها بحال شي جريده، بحال شي سطح. هانتوما البنات راها نقيه وزوينه. هادو البنات جوج شراجم كيتفتحوا في الضوايا. هذه هي الضوايا البنات، راه بحال شي جريده دايرين فيها الغرس، وخا الناس مابقاو ساكنين فيها، راه الا سكنتو فيها راه غادي نتقادوها وتصلحوها. هانتوما البنات راه هادي راه بحال شي جرده، وهي راه وسط الدار. هذا هو القبص، ممكن نحاول نصور لكم الطول ديال الصاله قداش والعرض. المهم هذه قلت لكم البنات راه الصاله في قلب الصاله. وملي كنخرجوا البنات تاني من هاد جوج الصالات كنلقاو بيت اخر، باش تعرفوا البنات هذه شحال كبيره، راه 160 متر. صلاة عن بير الخير. هذه البنات الكوزينه،
في هاد البلاكارات. هنا هاد البلاصه دايرينها ديال الثلاجه. وهنا البنات هذا هو البوطاج. المهم راه الاصلاح راه هو كلشي، لا اللي خداها راه غادي ضروري غادي يصلحها. البلاكارات الفوق وهنا البنات هذه هي لاكور اللي قلت لكم دايرين فيها الروبيني، دايرين فيها بلاصه الحوليل، ذبحتوا الحوليل. المهم هذه بحال اللي سطح بحال اللي كلشي، واخا الضرب السطح ديالها. المهم هذه فيها منظر زوين، ها انتم راه باقا بالغرس ديالها. وهاد الجهه البنات مخلينها بالطراب ديالها، لان كانوا كيزرعوا فيها هكا الشجر. هنا راه كاينه مزاحه، كاينه نخله، كاين صافي البنات كنطلعوا للطابق الثاني. هاد الطبقه الثانيه البنات راها مفرشه بالفراش ديالها. هنا بيت جعلت الدخله هو بالبلاكار ديالو، بلاكار في الحيط. والشرجم ديالها على الزنقه هاد البيت. وهنا البنات هذا راه مريح مفرش. وهنا البنات هذه صاله فيها جوج ديال الشراجم، الشراجم على الزنقه. صاله راها طويله، ما كنحاول نشد لكم الطول ديالها. صافي كنخرجوا من الصاله. كاين هنايا لافابو وكاين هنا الدوش. حتى الحمام البنات راه كبير. هنا البنات تاني بيت في هاد البلاصه، بلاصه البلاكار. وتا هو كيطلع على لاكور فيه الشرجم. وهنا البنات بيت اخر. المهم البنات نخلي لكم الرقم التليفون ديال موالين الدار وتفاهموا معاهم. اللي عجباتو راه من مكتبه راه غتكتب. راه زوينه البنات، راه الكبار والاصلاح والموقع. وهنا البنات الطابق الثالث. ثاني البنات كالعاده هذه هي الدخيله، هي كتدخلوا كتلقاو البيت.
نخرجوا من البيت. انا البنات كنبدات كطيح الظلمه وبعد شي بيوتها ما فيهمش الدهن. هذه هي الصاله، هذه خاويه ما مفرشاش، راها قدها قد ديك الصاله. وهنا هذا هو المريح اللي كان مفرش، هو خاوي. وهنا تاني بيت، هنا بلاصة بلاكار. كنخرج البنات من البيت تاني، كندخلو لهنا. كوزينة البنات هاهي، تاهي والبلاكارات. كوزينة البنات راها كبيرة. كنخرج البنات من الكوزينة، كنلقاو تاني في هاد الدخيلة لافابو نفس الفصالة. وكاين هنا تاني الحمام، هانتوما البنات الحمام راه كبير.